بونجور، بتمنى تكونوا كلكم بصحة جيدة. حلقتنا اليوم رح تحكي عن الهستيريا، هالمرض العصابي القديم جدا يلي كانوا ينسبوه قبل ما يصير في الدراسات عنه لأمور شيطانية أو خاصة بالسحر. يعني يعتبروا أنه الشخص يلي عنده عوارض هستيرية هو شخص ممسوس، ويطبقوا عليه أكيد تقنيات مختلفة. إنما بأواخر القرن التاسع عشر إجا البروفيسور شاركو وبلش يشتغل بطريقة علمية ويعمل اختباراته على الأشخاص يلي بيعانوا من الهستيريا، وكانوا يفكروا إنه الهستيريا هو مرض بيصيب النساء فقط. إنما اكتشفوا إنه لا، بيقدر يصيب النساء كما بيقدر يصيب الرجال. عوارضه كتيرة، رح نحكي عن كم عارض كمان أكتر شيء من الدولون أو منشوفهم لما يكون الشخص عنده حالة هستيريا. منا الأمور الجسدية، وهلأ منفسر ليه، مثل الشلل، بحس الشخص أنه فجأة ما بيشي، فجأة بطل يقدر يمشي، بطل يقدر يتحرك، دونك شلل مفاجئ. اضطرابات بصرية، بيخرس، ببطل يقدر يحكي، ببطل يقدر يطلع صوت، إضافة لنوبات صرع، تقيؤ، وعطول بحس حاله منه مرتاح، عطول بحس حاله في شي منه ظابط، بده اهتمام زايد، بده يكون هو محور الانتباه دايما. لأنه من علامات الشخصية الهستيرية هن المسرحية أو ما يسمى بالتياتراليزم. يعني الشخص مثل ما ذكرت أنه بيكون عطول بده يكون هو محور الانتباه، بيعمل أمور تيضال هو بالوسط والعالم كله عم بيدور حواليه. التبعية الجنسية كمان من سمات الشخصية، التفاعل العاطفي المفرط لأنه بيعبر كتير بالمشاعر الشخصية اللي بيكون عنده الهستيريا، كما أنه بيكون عنده حاجة دايماً للإغراء، وهو حدا عنده إيحائية، يعني ما يسمى بالفرنسي لسوجستيبيليتي. يعني الشخص بنقدر نأثر عليه لما نكون عم نحكي، نغير له طريقة تفكيره. إضافة للاضطرابات الجنسية يلي تترجم عند المرأة بما يعرف بالفريجيديتي أو البرودة الجنسية. هلأ شو هن أسباب الهستيريا؟ حسب التحليل النفسي بيعود السبب لاضطرابات بالهوية الجنسية. يعني الشخص أو الطفل بيكون بعمر معين يلي هو بمراحل النمو عند الطفل، في عنا ثلاث مراحل، بكرة شنهار بنعمل حلقة ومنفسر عنهم أكتر. بآخر مرحلة بهيدا النمو يلي تسمى المرحلة القضيبية أو لفاز أو لستاد فاليك، يلي بتراوح بين 3 إلى 5 سنين، ويلي هي بيكون كمان عنا عقدة أوديب جواتها، عجقت عليكم بس نرجع منفسرهم بحلقة تانية بنعملها خصوصي لهيدا الموضوع. الطفل بيأكل صدمة نفسية، وهالصدمة النفسية بتوقف عنده النمو النفسي العاطفي والجنسي. من هيك الشخص بيعبر عادة عن هالصراعات النفسية اللاواعية بجسمه. من هيك تعرف كمان الهستيريا بهستيريا الإقلاب أو الهستيري دو كونفرسيون. الإقلاب يعني نحن منعبر عن هالعوارض بجسمنا. من هيك ذكرت لكم بأول الحلقة الاضطرابات الجسدية وقلت لكم هلا بقول لكم ليه. هلا شو العلاجات يلي بنقدر نقدمها للشخص يلي بيكون عنده الهستيريا؟ مثل ما قلت، بما انه عنده إيحائية، اذا التحليل النفسي والتنويم المغناطيسي بيمشي كتير منيح وبينجح معه، لانه بيقدر يمشي مع المحلل النفسي ويروح معه لاقصى درجات العودة للطفولة. واكيد فينا نستعمل غير انواع علاجات نفسية، ودايما مثل ما بقول اذا في حدية بالوضع فينا نلجأ للأدوية مثل المضادة للاكتئاب أو للقلق، لأنه عادة الشخصية الهستيرية بتكون مرافقة مع الكآبة والقلق. بتمنى أكون هيك أعطيتكم فكرة شوي عامة عن الهستيريا، وانتظرون الحلقة الجاية، وستي سيف وستي بوزيتيف.
باي باي. معكم إليانا القاعي، أنا معالجة نفسية. إذا عندكم أي موضوع عبالكم تناقشوا فيه أو تطرحوا لأقدر أعطيكم معلومات عنه أكتر، ما تترددوا تحكونا على صفحتنا على بدنا لبنان جديد. بقولكم stay positive وبشوفكم الأراد الأربع الجاية على الساعة 10. انتظروني.